السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة وفي حل تمارين اختر على الدرس الأول هندسة لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2025، وهو درس تشابه المضلعات. الهندسة هي الحاجة الوحيدة أو الفرع الوحيد اللي عندك فيه وحدتين، ووحدتين مهمين جدا ودروسهم كلها مهمة جدا جدا بفضل الله. يعني يعتبر من أتقل الفروع عليك السنة دي أو الترم ده هو الهندسة، والترم الثاني على فكرة برضه الهندسه يعتبر من اطول واتقل الفروع. هنهتم ان شاء الله بدراستها بتبسيطها. الوحده الاولى بتتكلم عن التشابه، والوحده الثانيه بتتكلم عن التناسب. هنحل كل ده بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، وباذن الله يبقى الوحده معاك والمنهج كله بالكامل بفضل الله في جيبك. افكرك ان احنا حلينا اول درسين جبر اللي هم المتطلبات القابليه ومقدمه عن اعداد المركبه، وحلينا الدرس الاول حساب مثلثات اللي هو الزاويه الموجهه. ونحل دلوقتي الدرس الاول هندسه بامر الله. لو انت اول مره شفت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان كاف هو معامل التشابه المضلع ميم واحد للمضلع ميم اثنين، يبقى بالنسبه لي ان كاف ده هو معامل تشابه المضلع الاول اللي هو ميم واحد للمضلع الثاني اللي هو ميم اتنين. وكان كاف قال لك ان قيمه الكاف دي عباره عن اكبر من الصفر واقل من الواحد، يعني كسر والبسط اقل من المقام. فان المضلع ميم واحد اللي هو في البسط ده عباره عن ايه، او يعني يبقى ايه للمضلع ميم اتنين؟ بص، اللعبه كلها في فكره الكاف دي. احنا الكاف دي يا باشمهندس خدنا لها كذا حاجه. قلنا لو الكاف بتساوي واحد يبقى بالنسبة لي ده تطابق، المضلعين دول متطابقين. لو الكاف دي يا باشمهندس أكبر من الصفر وأقل من الواحد زي المسألة بتاعتنا، يبقى المضلع الأول تصغير للثاني، ودي مهمة جدا. ما مش أي حاجة، طالما دي البسط أقل من المقام يبقى اللي فوق اللي هو البسط تصغير للثاني اللي هو في المقام. طب لو الكاف أكبر من الواحد يا باشمهندس، قال لك في الحالة دي بيبقى الأول تكبير للمضلع مين؟ المضلع الثاني. دول التلات حالات المهمين جدا جدا بالنسبة لنا النهارده. فالوقت بيقول لي إن كاف أكبر من الصفر وأقل من الواحد، يبقى المضلع الأول اللي هو ميم واحد تصغير للمضلع الثاني اللي هو ميم اتنين، ولازم الصاغة كده. طب لو كان في نفس المسألة، وركز بقى في اللي هقولهولك ده، قال لك نفس المعطيات بس جه قال لك بدل فإن المضلع ميم واحد هو إيه للمضلع ميم اتنين؟ قال لك المضلع ميم اتنين هو نقط للمضلع ميم واحد. وخلي بالك، شوف، مع إن السؤال سهل بس أنت ممكن تغلط في دي. بص يا باشمهندس، طالما كاف أكبر من الصفر وأقل من الواحد يبقى اللي فوق تصغير للي تحت، أو اللي تحت تكبير اللي فوق. فما يقول لي ميم اتنين هو إيه؟ هنا بقى هقول له تكبير. فركز يا باشمهندس، انما هو ميم واحد الى ميم اتنين وبدأ لي بميم واحد، يبقى هو بالنسبه لي تصغير اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار جيب. وبالمنطق لو ميم واحد تصغير لميم اتنين يبقى ميم اتنين تكبير لميم واحد. فخلي بالك من الفروقات دي عشان مهم قوي. اتنين بيقول لي اذا كان كاف هو معامل تشابه المضلع ميم واحد للمضلع ميم اتنين، وكان المضلع ميم واحد تصغير للمضلع ميم اتنين. نفس الفكره. هو الوقت بيقول لك ان كاف هو معامل تشابه المضلع ميم واحد للمضلع ميم اتنين، وقال لك ان ميم واحد اللي هو البسط تصغير للي تحت. طالما تصغير للي تحت يبقى البسط اقل من المقام، يبقى لازم ان الكاف اكبر من الصفر واقل من الواحد. وكاف اكبر من الصفر واقل من الواحد يعني كسر والبسط اقل من المقام. بص، عباره عن كسر، ده البسط وده المقام، لازم ان البسط يبقى اقل من المقام عشان يبقى ساعتها كسر. حلو جدا وزي الفل. طب واحد، لا يا باشمهندس، لو كاف واحد يبقى بالنسبه لي تطابق. طب 3 على 5 ده كسر والبسط اقل من المقام، يبقى هي دي. خلي بالك 3 على 5 اللي هي 6 من 10، فده عدد فعلا ما بين الصفر والواحد. طب دي 3 على 2 هنا البسط اكبر من المقام، فخلي بالك 3 على 2 اللي هي 1.5، فلو 3 على 2 دي تبقى تكبير. طب 4 على 3، 4 على 3 اللي هي 1.3 او 1.3 شويه ثلاثات كتير كده، فده بالنسبه لي برضه رقم اكبر من الواحد. فطالما هي تصغير يبقى هي اكيد الاختيار ب هو الاختيار ايه الصح. ثلاثه بيقول لي اذا كان كاف واحد هو معامل تشابه المضلع ميم واحد الى المضلع ميم اثنين، بيقول لك ان كاف واحد هو معامل تشابه المضلع ميم واحد للمضلع ميم ايه؟ ميم اثنين. وبيقول لك ان كاف اثنين هي معامل التشابه للمضلع ميم اثنين للمضلع ميم كام؟
ميم 3. فبيقول لي فإن معامل تشابه المضلع ميم 1 إلى المضلع ميم 3، هو عايز مني ميم 1 لميم 3. ميم 1 دي إلى ميم 3 أوصل لها إزاي؟ بص يا باشمهندس، مش ده بسط وده مقام؟ أه، أعمل لي كده علامة فيه وشد لي شرطتين كسر. مش ميم 1 ده في البسط؟ أه، حط لي هنا ميم 1. مش ميم 3 هنا في المقام؟ أه، حط لي ميم 2. ميم 3 زي ما هي. وحط لي بقى حاجة هنا تطير مع هنا. طب ما دي ميم 1 وميم 3، يبقى فاضل مين؟ ميم 2. بس. ده كده اسمه وسط هيطير، مش انا دلوقتي لو هي دي جايه لك هتشيل الميم 2 مع الميم 2 فيفضل لي ميم 1 على ميم 3 بس. فده عباره عن ميم 1 على ميم 2، ما هي ميم 1 على ميم 2 دي اللي انا مسميها كاف 1، يبقى دي كاف 1 في ميم 2 على ميم 3 دي اللي هي بالنسبه لي ايه؟ اللي هي بالنسبه لي كاف 2. يبقى هي عباره عن كاف 1 في كاف 2، خلاص؟ كاف 1 في كاف 2 يعني بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال رقم 4 بيقول لي المضلعان المتشابهان يكونا متطابقين، بيبقوا متطابقين لما معامل التشابه اللي هو الكاف يساوي 1 بالظبط، لما اقسم اي ضلع على نظيره او المحيط على نظيره لازم الناتج يبقى بواحد. فبيقول لي هنا امتى؟ اقول له باذن الله لما الكاف تساوي 1 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. اذا كان المثلث ا ب ج بيشابه المثلث د ه واو، ب ج بتساوي 3 من ال ه واو، فان معامل التشابه. والله انا عندي المثلثين متشابهين، فانا اخد اول حرفين على اول حرفين، يبقى الف ب على د ه هيساوي، اخد الحرفين اللي بعدهم اللي هو ب ج على الحرفين اللي بعد هنا اللي هو ه واو هيساوي، برضه يا باشمهندس الحرف الاول مع الاخير يبقى الف ج، وهنا برضه الحرف الاول مع الاخير يبقى د واو. يبقى انا بالنسبه لي دي كده النسبه بتاعتنا يا باشمهندس. هو قارن مين؟ قال لك خلي بالك برضو كمان ان كل النسبه دي بتساوي كاف اللي هو معامل التشابه. هو قارن الباء ج بالهاء واو، ركز معايا، هو بيقول لك الباء ج بتساوي 3 من اله واو، مش دي الباء ج ودي اله واو؟ ايوه، يبقى انا هاخد النسبه دي. حلو جدا. طب ما تيجي نشيل الباء ج ونعوض عنها ب 3 اله واو على اله واو، كل ده بيساوي كاف، صح؟ ايوه يا باشمهندس. عملت ايه؟ انا شلت الباء ج وحطيت مكانها 3 هي واو، فمن هنا اللي هو واو هتروح مع الهي واو، يبقى اذا الكاف بتساوي كام؟ الكاف بتساوي 3، فان معامل التشابه لهما بيساوي 3. او ممكن اعمل حاجه ثانيه، ايه هي؟ اقول ب ج على ه واو، فاكر الحركه دي؟ ب ج على ه واو ما ترجعش فاضي، فباخد الرقم اللي هنا على معامل الباء ج، فهنا 3 على الواحد. فممكن اشيل دي مباشره ب ج على ه واو واحط 3 على 1 اللي هي الكاف، يبقى فعلا الكاف بتساوي كام؟ الكاف بتساوي 3. خلي بالك ان باء ج 3 اضعاف اله واو، فده كده تكبير، يعني المثلث الاول يعتبر تكبير. فالاولى غلط ودي غلط وواحد غلط، ده لو انت عايز تعملها بالمنطق، ولكن دي بالخطوات. 6 بيقول لي معامل التشابه بين المربع ا ب ج د والمربع س ص ع ل يساوي كل مما ياتي معاك. بص معايا دلوقتي، لو انا معايا ادي مربع وادي كمان مربع، خلاص؟ وركز بقى معايا يا باشمهندس في اللي هقوله. المربع ده اسمه ا ب ج د، والمربع ده اسمه س ص ع ل. خدها مني ملحوظه واستريح، وطبعا كل زوايا المربع ايه؟ قيم. ايه هي الملحوظه بقى يا باشمهندس؟ اقول لك ان في المربع او في المربعات بقى او في المربع، يعني ايه ايا كان التعبير اللفظي الصح، المربعات شكل رباعي منتظم، صح؟ فاحنا عارفين ان كل الاشكال المنتظمه اللي ليها نفس عدد الاضلاع متشابهه. ففي المربع قال لك خد اي ضلع على ضلع، اي ضلع اهو، اي ضلع على اي ضلع، قال لك بيساوي القطر على القطر، كل ده بيساوي كام؟ وطبعا برضه لو خدت المحيط بتاع الاول على محيط الثاني، وهنا اي ضلع في الاول على اي ضلع في الثاني، وهنا قطر الاول على قطر الثاني. يعني ايه مش فاهم المعلومه دي؟ يعني انا ممكن في المربع اخد الالف باء، انت المفروض تاخدها على س ص، عادي جدا تاخدها على ص ع، او تاخدها على ع ل، او تاخدها على س ل. ليه يا باشمهندس؟ بكل بساطة، تعالى أقول لك بكل بساطة. لو أنا فرضت إن طول ضلع المربع ده 2، فدي 2 2 2 2. ولو فرضت إن طول ضلع المربع الكبير 4، فده 4 وده 4 وده 4 وده 4.
مش انا المفروض هقول الف ب على اللي قصادها اللي هي س ص هتساوي 2 على 4 اللي هي نص؟ ايوه. طب لو انا خدت الالف ب على الصاد عين عادي يا باشمهندس، 2 على 4 اللي هي فيها النص. طب لو خدت ال ب ج، شايف ال ب ج؟ هتقول لي انا المفروض اخد الصاد عين. لا يا عم، انا هاخد السين لام اللي فوق، برضه هتبقى 2 على 4 فيها الكام؟ فيها النص. فتلاقي دايما النسبه ثابته، عشان كده بقول لك اي ضلع في الاول على اي ضلع في الثاني. طب ايه موضوع الاقطار ده؟ تعالى يا باشمهندس، انا دلوقتي ده كده قطر صح؟ لو الضلع ده 2 وده 2 من فيثاغورس، ده 2 جذر 2. طيب مش ده قطر؟ ايوه يا باشمهندس. لو دي 4 وده 4 من فيثاغورس، ده ب 4 جذر 2. فانا لو خدت القطر ده على القطر ده، تعال نشوف النسبه هتطلع هي ولا لا. يعني انا لو خدت الف ج على س ع، فهتبقى 2 جذر 2 على 4 جذر 2، دي هتروح مع دي، و2 على 4 فيها الكام؟ فيها النص. وخلي بالك ان القطرين في المربع متساويين، يعني لو رسمت القطرين التانيين برضه هيبقوا ده 2 جذر 2 وده 4 جذر 2. يبقى النسبه عماله تطلع نص نص نص، فدي ملحوظه في المربعات لازم تبقى عارفها. فهو دلوقتي بيقول لي معامل التشابه بيساوي كل مما ياتي ما عدا الف جيم الى سين عين. هو خد الالف جيم اللي هو القطر ده على سين عين اللي هو القطر ده. طب ما احنا قلنا في المربعات قطر على قطر ينفع، يبقى دي صح. الف باء الى صاد عين، الف باء ده ضلع وصاد عين ده ضلع، ما انا قلت لك اي ضلع في الاول على اي ضلع في الثاني، فدي صح. طب بيقول لي الف ب تربيع اللي هو الضلع ده تربيع الى سين صاد تربيع، تعال اثبت لك ان دي غلط. ليه؟ كده كده في التشابه مفيش تربيع، دي هناخدها في المساحات لسه. ولكن الالف ب تربيع، يعني الاثنين دي، ما هو الالف ب دي 2، فمربعها هتبقى 4 على سين صاد تربيع، سين صاد 4 فمربعها هتبقى 16، 4 على 16 هي الربع. هل الربع بيساوي النص؟ لا يا باشمهندس، يبقى فعلا العلاقه دي هي اللي غلط. طب باء ج الى صاد ع، عادي جدا، باء ج على صاد ع 2 على 4 اللي هي فيها النص. خلاص، يبقى الملحوظه دي خدها، اي ضلع في الاول على اي ضلع في الثاني، القطر الاول على القطر الثاني، محيط الاول على المحيط الثاني، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي كيف يا باشمهندس؟ خلاص، انا استفدت في السؤال ده بس عشان تفهمه باذن الله. 7 لكي يشابه المضلعان ميم 1 وميم 2. طالما معايا مضلعين وعايز تشابههم، لازم حاجتين يحصلوا، لازم ان الاضلاع المتناظره متناسبه، الاضلاع المتناظره متناسبه، ولازم الزوايا المتناظره متساويه. وينفع شرط واحد؟ لا، لازم الاثنين دول مع بعض، لازم الاثنين مع بعض. فبيقول لي الزوايا المتناظره متساويه فقط، غلط. الاضلاع اطوال اضلاعهما المتناظره متناسبه فقط، غلط. الف وباء معا طبعا لازم يا باشمهندس الشرطين يحصلوا مع بعض، خلاص يبقى الاجابه الف وباء معا. بيقول لي اطوال اضلاعهما المتناظره متساويه، لا هي اصلا بتبقى في حال التناسب، لان متساويه دي يبقى المضلعين متطابقين. وطبعا الشرط الثاني لسه ما حصلش. طيب رقم 8 بيقول لي لكي يتشابه المعينان ا ب ج د س ص ع لم يكون كافيا للحصول على ايه؟ طيب دلوقتي لو احنا عايزين نرسم معين، ادي كده معين وادي كده معين، خلاص ركز معايا، ده اسمه ا ب ج د وده اسمه س ص ع لام. خلي بالك ان في المعين زي المربع الاضلاع اللي بره قد بعض، فلو ده طول ضلعه 2 فده يبقى 2، ده يبقى 2، ده يبقى 2، ولو ده طول ضلعه 4 يبقى ده 4، يبقى ده 4، يبقى ده 4، يبقى ده 4. حلو قوي. فبيقول لي يكون كافيا للحصول ان زاويه ا ب 60، يعني الزاويه دي ب 60، وزاويه ص ص فين؟ اهي ب 120. تعال نشوف كده، لو دي ب 60 فدي ب 60، كل زاويتين في وش بعض قد بعض. فخلي بالك انت عندك هنا توازي، فده حرف يو، فلو دي 60 يبقى دي 120 ودي برضه 120. طب دي 120 يبقى اللي قصادها 120، وده عندي برضه توازي، فلو دي 120 يبقى دي 60 ودي 60. ايه رأيك في دول؟ كده الزوايا المتناظرة متساوية في القياس، والأضلاع المتناظرة متناسبة، لأن لو خدت أ ب على اللي قصاده س ص يبقى 2 على 4 فيها النص، باء ج على ص ع 2 على 4 فيها النص، ودي برضه 2 على 4 فيها النص، ودي 2 على 4 فيها النص. الله، طب ما كده الشرط الاول كفايه وحصل عندي التشابه، يبقى بالنسبه لي ان اول شرط ده شغال جدا وزي الفل. خلاص،
طب بيقول له محيط المعين بيساوي 2 من محيط المعين ده. هقول لك يا باشمهندس دي معناها ايه وركز معايا. ادي معين وادي معين. فالوقت بيقول لك ان محيط ده قد ده مرتين، يعني ده اللي هو س ص مثلا عين، ولا هو بيقول لك ا ب ج ده اللي هو الكبير. ماشي، ادي ا ب ج د س ص عين لام. لو ده محيطه ضعف ده، يعني طول ضلع ده ضعف ده، يعني نفس فكره السؤال اللي فات. لو ده 4 دي 4 دي 4 دي 4 دي 2 2 2 2، لو جبت محيط ده هيطلع 8، ولو جبت محيط ده هيطلع 16، فكده محيط ده ضعف ده. الوقت انا مش عارف اي زاويه جوه، فكده الزوايا المتناصه مش متساويه في القياس. ليه؟ بكل بساطه ممكن تبقى دي 50 ودي 130 ودي 50 مثلا ودي 130. هنا بقى والله ممكن تبقى دي 60 ودي 120 ودي برضه 60 ودي 120. فكده الشرط اللي هو بقى ده مش كفايه، ما ينفعش. طبعا ألف وباء معا غلط، وأول لا شيء من المسبق برضه غلط، يبقى الاختيار ألف هو الاختيار إيه؟ الصح. السؤال 9 بيقول لي أي من العبارات الآتية غير صحيحة؟ كل مربعين متشابهين. أيوه، لأن المربع ده هو شكل منتظم. إحنا اتفقنا إن أي شكل منتظم لهما نفس عدد الأضلاع يبقى بالنسبة لي متشابهين، فالمربعين هما شكلين منتظمين لهما نفس عدد الأضلاع. كل مثلثين متساوية الأضلاع متشابهين. أيوه، لأن المثلث ده هو شكل منتظم، شكل ثلاثي منتظم، فأنا معايا مثلثين، فدول شكلين منتظمين لهما نفس عدد الأضلاع يبقى متشابهين. كل معينين متشابهين غلط يا باشمهندس، يبقى هي دي اللي بدور عليها. ونفس الرسمة بتاعت السؤال اللي فات تقدر تشرح بيها، لأن المعينات هي الأضلاع قد بعض، بس كده مش شرط إن الزوايا المتناظرة تبقى قد بعض، فالشرط ده ناقص. اي مضلعين منتظمين لهم نفس عدد الاضلاع متشابهين، طبعا بالنسبه لي صح يا باشمهندس، يبقى فعلا الاختيار د هو الاختيار ايه؟ سوري، الاختيار ج هو اللي غلط، ده برضه صح. السؤال رقم 10 بيقول العبارات، العباره الصحيحه فيما يعني جميع المثلثات متساويه الساقين متشابهه. غلط، احنا قلنا متساويه الاضلاع عشان لازم يبقى شكل منتظم، فالاشكال اللي هي المثلثات متساويه الساقين مش اشكال منتظمه. جميع المثلثات القائمة الزاوية متشابهة. غلط برضه، نفس فكرة اللي فيها اللي هي ألف، لازم يبقى مثلث متساوي الأضلاع عشان يبقى شكل منتظم. جميع المربعات متشابهة، طبعا يا باشمهندس، لأن المربع ده شكل منتظم، لازم يبقى شكل منتظم. جميع المضلعات المنتظمة متشابهة. غلط، الجملة دي ناقصة، لازم يقول لها نفس عدد الأضلاع. انت عارف جميع المضلعات المنتظمة متشابهة يعني ايه؟ يعني ممكن المثلث يشابه المربع، يشابه المعين، يشابه الشكل مثلا السداسي؟ اكيد لا يا باشمهندس، ده هنا عدد الاضلاع اختلف، فعشان كده لازم نقول لهما نفس عدد ايه؟ الاضلاع. اي مما ياتي صحيح، كل المضلعات المنتظمة متشابهة، لسه قايلينها السؤال اللي فات، لازم يقول لها نفس عدد الاضلاع. كل المربعات متطابقة. غلط، كل المربعات متشابهة. ليه؟ في مربع صغير اهو وفي مربع كبير اهو، دي كده متطابقين، ده دول ضلع 2 وده دول ضلع 5، مفيش تطابق يا باشمهندس. كل المثلثات المتساوية الأضلاع متشابهة. أيوه، المثلث المتساوي الأضلاع ده شكل منتظم. خلاص؟ يا باشمهندس هي هتبقى بالنسبة لي متشابهة؟ ايوه مفيش مشكله، لان لو ضد ضلع 2 وده ضد ضلع 5 هتبقى 2 على 5، فطالما ده شكل منتظم وليهم نفس عدد الاضلاع يبقى فعلا الاختيار ج هو ايه؟ هو الصح. طب هنا بيقول لي كل المعينات متشابهه، قلنا غلط، لان في المعين يا باشمهندس فعلا الاضلاع المتناظره متناسبه، زي ما قلت لك دي مثلا دي 2 دي 4 دي 2 دي 4 دي 2 2 هنا 4 4، يبقى 2 على 4 في النص، ولكن الزوايا اللي جوه ممكن ما تبقاش قد بعض، فدي غلط، يبقى الاختيار ج هو ايه؟ الصح. 12 بيقول لي اذا كان ميم 1 وميم 2 مضلعين متشابهين وكان طول الضلعين متناظرين 20 و16، فان محيط المضلع ميم 1 الى محيط المضلع ميم 2. والله يا باشمهندس محيط ميم 1 على محيط ميم 2 بيساوي النسبه بين ضلعين متناظرين، يعني ضلع في ميم 1 على ضلع في ميم 2. طب ما هو قال لي طول ضلعين متناظرين بالترتيب كده، ال 20 دي بتاعت الميم 1، يبقى هنا بالنسبه لي 20،
وال 16 دي بتاعت ميم 2 يبقى هنا 16. هنا على ال 4 فال 5 على ال 4 فال 4 يبقى 5 على 4 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ده. السؤال 13 بيقول له مضلعان متشابهان النسبه بين محيطيهما 4 الى 9 فان النسبه بين طولي ضلعين متنظرين. قلنا يا باشمهندس لو مضلعين متشابهين يبقى محيط ميم 1 على محيط ميم 2 بيساوي ضلع ميم 1 على الضلع اللي بيناظره في ميم 2، مش اي ضلع وخلاص، لازم الاضلاع متناظره. فبيقول لي النسبه بين المحيطات 4 على 9، النسبه دي 4 على 9، يبقى النسبه بين طول ضلعين متناظرين برضه 4 على 9، يبقى الاختيار ا هو ايه؟ هو الصح. السؤال 14 بيقول لي مضلعان متشابهان النسبه بين طولي ضلعين متناظرين 3 الى 4، اذا كان محيط الاصغر 15 فان محيط الاكبر بيساوي كام؟ طب ما احنا لسه قايلين ان محيط الاول على محيط الثاني بيساوي ضلع في الاول على ضلع في الثاني، بس لازم الاضلاع دي ايه؟ متناظره. طيب يقول لي اذا كان النسبه بين طولي ضلعين متناظرين 3 الى 4 يعني دي تساوي 3 على 4. وكان محيط الصغير، بص محيط الصغير اللي نسبته صغيره، النسبه الصغيره هنا 3، يبقى محيط الاول ده هو محيط الصغير، فكده محيط الصغير اللي هو محيط واحد ده 15 على محيط الثاني بيساوي كام؟ بيساوي 3 على 4، يبقى اذا محيط الثاني بيساوي، هنضرب مقص، هنضرب الاثنين دول يبقى 15 في 4 على اللي قصادها اللي هي 3، على 3 في 1 على 3 في 5، يبقى 5 في 4 ب 20، يبقى اذا المحيط الثاني بيساوي 20 اللي هو محيط الاكبر، يبقى فعلا الاختيار ده. عايز تتاكد لو قسمت 15 على 20 تديك 3 الى 4. 15 بيقول لي اذا كان المضلع ا ب ج د بيشبه المضلع س ص ع ل ا ب بكذا ب ج بكذا س ص بكذا ص ع بكذا. طيب طالما عندي تشابه هرص النسبه، اخد اول حرفين مع اول حرفين، يبقى ا ب على س ص، اخد الحرفين بعدهم ب ج على الحرفين اللي بعدهم ص ع ب ج على ص ع، هيساوي الحرفين اللي بعدهم ج د على الحرفين اللي بعدهم ع ل. هاخد الاول مع الاخير يبقى ا د، والاول مع الاخير اللي هو س د. وتعالى نشوف مين اللي معايا. الالف ب ب 32 فدي كده 32 على، خلي بالك بعدها جايب لك الباء ج اللي هي دي، فالباء ج دي ب 40 على، جايب لي السين ص ب 3 م ناقص الواحد، وجايب لي الصاد ع ب 3 م زائد الواحد. بص هنا هنسهل على نفسنا، هنقسم هنا على 8 فيها ال 4، هنقسم هنا على 8 فيها ال 5. تعالى نضرب مقص بقى. 4 في 3 م ب 12 م، و4 في 1 ب 4 يبقى دي 12 م زائد ال 4 هيساوي 5 في 3 م ب 15 م، و5 في سالب 1 بسالب كام؟ بسالب 5. حلو جدا، هنجيب دي هنا يبقى 15 م ناقص 12 م، ونجيب السالب 5 هنا تيجي بالموجب يبقى بتساوي 4 زائد 5. يبقى 15 م ناقص 3 م يبقى 3 م بيساوي 4 زائد 5 ب 9. هقسم هنا على 3 وهنا على 3 فده هتروح، يبقى الم ب 9 على 3 فيها 3. يبقى اذا قيمه الم بتساوي 3، ويبقى بالنسبه لي الاختيار ا هو اختيارنا ايه؟ الصح. السؤال اللي بعد كده بيقول لي مستطيلان متشابهان بعد الاول 4 و10 محيط الثاني ب 40 فان مساحه المستطيل الثاني. في المستطيلات يا باشمهندس قلنا حاجه مهمه جدا، ان محيط المستطيل الأول على محيط المستطيل الثاني بيساوي طول الأول يعني طول الضلع بتاع الأول على طول الثاني، بيساوي عرض المستطيل الأول على عرض المستطيل الثاني. يعني في المستطيلات النسبة بين المحيطات هي النسبة بين طول الأول لطول الثاني وعرض الأول على عرض الثاني، مفيش أدنى مشكلة يا باشمهندس. طيب بعد كده هنعمل ايه في المساله؟ هنعوض. دلوقتي بعد الاول 4 و10 يبقى انا اقدر احسب مين؟ اقدر احسب محيط الاول. خلي بالك ان محيط المستطيل هو الطول زائد العرض، يعني 4 زائد 10 الكل في 2. 4 زائد 10 14 في 2 ب 28. فكده انا حسبت محيط المستطيل الاول ب 28 على، وقال لي ان محيط الثاني ب 140. تمام. قال لي ان بعد الاول 4 و10 اعتبر ان الصغير ده العرض بتاع الاول وده طول الاول. حلو جدا، يبقى انا بالنسبه لي طول الاول بكام؟ ب 10، يبقى دي 10
على طول التاني. خلاص وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. هيساوي عرض الاول اللي هو 4 على ايه؟ عرض التاني. من هنا اقدر احسب طول التاني. ايوه يا باشمهندس بكل بساطه وسهوله. ازاي؟ هضرب مقص، هضرب دي في دي، يبقى 10 في 140 على 28. ومن هنا هقدر احسب عرض التاني. طب عرض التاني يا باشمهندس هيساوي ايه؟ هضرب برضو مقص ال4 في ال140 واقسم على ال8 وكام؟ على 28. هنا على 28 في الواحد، على 28 في الخمسة. هنا 5 في 10 ب50. هنا 28 في الواحد، على 28 في الخمسة، 4 في 5 ب20. كده جبت طول التاني وعرض التاني، وعايز مساحة المستطيل التاني. المساحة الطول في العرض، طب ما هو طوله 50 فعرضه اللي هو 20، حط الصفرين و5 في 2 بكام؟ ب10، يبقى 1000 سنتيمتر مربع. يبقى الإجابة بتاعتي 1000، اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار ده. السؤال 17 بيقول لي إذا كان المثلث ألف ب ج بيشابه المثلث د ه واو، ألف باء بكذا، د هاء بكذا، هاء واو بكذا، فإن ب ج. هنرص النسبة، هناخد أول حرفين مع أول حرفين، يبقى ألف باء على د هاء. هناخد الحرفين اللي بعدهم ب ج على الحرفين اللي بعدهم ه واو، هيساوي الأول مع الأخير اللي هو الألف ج، وهنا الأول مع الأخير اللي هو د واو. تعال نعوض الألف ب ب3، الدال هاء ب6، هيساوي الباء جيم، فين الباء جيم؟ عايزينها على اله واو اللي هي كام؟ اللي هي 8. يبقى اذا الباء جيم بيساوي، هضرب مقص ده في ده، يبقى 3 في 8 على اللي قصادها اللي هي 6. 3 في 8 ب 24، على 6 فيها ال 4، يبقى اذا الاجابه بتاعتي ب 4، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار الف. السؤال 18، مثلثان متشابهان محيط الاول 74، أطوال أضلاع الثاني 4.5 6 8، فإن أطول أو طول أكبر الأضلاع في المثلث الأول. بص يا باشمهندس، طالما المثلثين متشابهين يبقى إذا المحيط الأول على محيط الثاني هيساوي طول أضلاعين متناظرين. يعني مثلا ضلع الأول أنا ما أعرفوش مثلا، فأنا هسمي مثلا المثلث الأول س ص ع أو أ ب ج، يعني أعتبر إن المثلث الأول ده أ ب ج. خلاص؟ فاخد مثلا ضلع الاول اللي هو ا ب على اللي قصاده اللي هو 4.5، اخد الضلع اللي بعده وليكن ب ج، سميها اي رموز مش هتفرق، على اللي بعده اللي هو 6، هيساوي وليكن الضلع الاخير ا ج على اللي بعده اللي هو 8. هنا محيط الاول قال لك بكام؟ قال لي ان محيط الاول، خلي بالك محيط الاول اهو قايل لي في المساله ب 74. طب انا محتاج اجيب محيط الثاني، مفيش اسهل من كده. محيط الثاني عبارة عن مجموع أطوال أضلاعه، يعني أجمع الأربعة ونص زائد الستة زائد التمانية، 10.5 و8 يبقى 18 بكام؟ 18.5. حلو جدا وزي الفل. يبقى هنا بالنسبة لي إن المقام بكام؟ ب 18.5. وصلت؟ وصلت. هو عايز أكبر أضلاع المثلث الأول، أكبر الأضلاع هيقابل أكبر نسبة، فخلي بالك أ ج نسبته 8، يبقى أنا هشتغل الجزء ده كده يا باشمهندس. وصلت؟ وصلت. يبقى انا بالنسبه لي ان الالف ج بيساوي، هضرب مقص ب 74 في 8 على اللي قصادها اللي هي كام؟ اللي هي 18.5. 18.5 في 2 ب 37، 37 في 2 ب 74، يعني على 18.5 في الواحد، على 18.5 في الاربعه، يبقى ده 4 في 8 ب 32. يبقى اذا الاجابه بتاعت 32 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ج. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا كان المضلع أ ب ج د بيشابه المضلع س ص ع ل، فإن أ ب على ب ج. بص يا باشمهندس، تعالى نرص النسبة، يبقى أ ب على أول حرفين س ص هيساوي الحرفين اللي بعدهم ب ج على الحرفين اللي بعدهم هنا ص ع، وكفاية لأنه بيقول لي أ ب على ب ج. فاكر خواص النسبة؟ ده على ده، بسط على بسط، يعني أ ب على ب ج بيساوي مقام على مقام، يعني بيساوي س ص على ص ع، يبقى أ ب على ب ج بيساوي س ص على ص ع، يعني الاختيار ده هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال 20 بيقول لي إذا كان المضلع أ ب ج د بيشابه المضلع س ص ع ل، وكان محيط المضلع أ ب ج د ب 48، فإن محيط المضلع س ص ع ل بيساوي كام؟ والله يا باشمهندس أنا هاخد إن محيط أ ب ج د على محيط س ص ع ل هو النسبة بين الأضلاع المتناظرة.
طب انا دلوقتي عارف الاول ده مين، عارف الباء جيم، خلاص انا هاخد الباء جيم لان عارف. خلي بقى جيم الحرفين التاني والتالت، فالحرفين التاني والتالت تحت اللي هم صاد عين بس، يبقى هي دي النسبه اللي انا ايه هشتغلها يا باشمهندس. طيب محيط الف ب ج د ب 48 على محيط س ص ع ل هيساوي الباء ج بكام؟ ب 8، والصاد ع بكام؟ ب 6. خلاص بس يبقى انا بالنسبه لي كده يا باشمهندس المساله خلصت. ليه؟ انا بالنسبه لي ان محيط بقى س ص ع ل هضرب مقص ده في ده واقسم على اللي قصاده، يبقى 48 هضربها في 6 واقسم على 8. هنا على 8 فال 1 على 8 فال 6، يبقى 6 في 6 بكام؟ ب 36. يعني بالنسبه لي المحيط هيبقى 36. وصلت؟ وصلت. خلي بالك 8 على 6 اللي هي 4 على 3. فالمفروض اما انا اقسم 48 على 36 يدينا 4 على 3، وفعلا لما اقسم على ال 12 فال 4 على 12 فال 3، يبقى انا كلامي جدا مظبوط. السؤال 21 بيقول لي اذا كان المثلث ا ب ج بيشابه المثلث د ه واو فان طول واو ه بيساوي كام؟ الفكره كلها ان انا عندي المثلث ا ب ج ده في زوايا مجهوله، معايا س و2 س و3 س، طب مش ده مثلث؟ ايوه. طب مجموع قياسات زوايا كام؟ 180. برافو عليك. فما اجمع الثلاث زوايا اللي جوه دول اللي هم س زائد 2 س زائد 3 س، المفروض يدوا لي 180 درجه. س و2 س 3 س وكمان 3 س، يبقى 6 س بيساوي 180 درجه. طب ايه رايك نقسم هنا على 3 ونقسم هنا على 3؟ طيب 6 على 3 سوري، نقسم على 6، احنا بنقسم على 3 ليه؟ هنقسم هنا على 6 ونقسم هنا على 6، فده هتروح يبقى س 180 على 6 يعني 30 ايه؟ 30 درجه. طب المثلث ده كده يا باشمهندس ما تيجي كده نرسمه ونحط الزوايا فيه، ده كده اسمه ألف ب ج، حلو جدا. احنا جبنا السين ب 30 يعني دي ب 30، دي 2 س يعني 2 في 30 ب 60، دي 3 س يبقى 3 في 30 ب 90، يعني الزاويه دي ايه؟ قايمه. حلو. قال لك ان الضلع ب ج ده ب 18. جميل. خلي بالك يا باشمهندس ان طول الضلع المقابل للزاويه 30 في المثلث القائم نص الوتر. ما هو الوتر بقى ج فدي 18، يبقى نصها كام؟ 9. حلو جدا. طب المثلث الثاني يا باشمهندس اللي هو مديهولي اللي هو عباره عن د ه واو، قال لي ان دي ب 3. مش هو قال لي ألف ب ج بيشابه د ه واو؟ اه، يعني زاويه ألف بتساوي زاويه د من التشابه، يعني ألف قد د، اه يبقى د دي برضه بكام؟ ب 90. وزاويه باء اللي هي الزاويه الثانيه قد الزاويه الثانيه اللي هي هاء، فباء قد هاء، فباء قد هاء يعني دي ب 60، يبقى اكيد الثالثه قد الثالثه، يبقى دي برضه بكام؟ ب 30. ده نفس الفكره، طول الضلع المقابل للزاويه 30 في المثلث القائم نص الوتر، فالمقابل للزاويه 30 3، نص الوتر اللي هو ايه؟ واو، الوتر اللي بيبقى قصاد القايمه، يبقى دي بالنسبه لي 6. هو هنا عايز مين؟ عايز الواو هاء، يبقى بالنسبه لي 6 اللي هو الاختيار دي. طب انت كده يا باشمهندس انت ما حلتهاش بالتشابه، مفيش مشكله، الرياضه بتقول لك دور على الحل السهل. طب لو انا عايز احلها بالتشابه مفيش مشكله. بص معايا، انا اعتبر ان انا ما جبتش السته دي، خلاص هعمل ايه بعد كده؟ هرص النسبه هنا، هقول ا ب على د ه بيساوي ب ج على ه واو هيساوي الالف ج على د واو. الالف ب في المثلث الاول ب9 على د ه اللي هي 3، هيساوي ال ب ج اللي انا جبتها ب 18 على ه واو اللي انا عايزه، واحسب من هنا ال ه واو، هضرب مقص يبقى هي 3 في 18 على 9، على 9 فعل 1 9 فعل 2، يبقى 3 في 2 بكام؟ ب 6. دي طريقه التشابه ودي الطريقه القديمه الجميله جدا جدا. السؤال 22 بيقول لي اذا كان المثلث ج ب ا بيشابه المثلث ج ه د، وباستخدام الاطوال المبينه على الرسم عايز مني الهاء د زائد الهاء ا. تعال نرص هنا النسبه برضه، اول حرفين ج ب على الحرفين الاولانيين ج ه هيساوي اللي بعدهم ب ا على هاء د. الاول مع الاخير اسمه ج ا، وهنا الاول مع الاخير اسمه ج د. الج ب، الج ب خلي بالك دي كلها على بعض 5 و7 12، يبقى الج ب ب 12 على ج ه، ج ه ب 4 يبقى دي 12 على 4، ودي جميله جدا، هيساوي الباء ا
الباء ألف هي الألف باء اللي هي التسعة على الهاء دال. الهاء دال مش معايا، تمام يا باشمهندس؟ هاء دال مش معايا، حلو. بيساوي الجيم ألف، الجيم ألف مش عارفها، سيبها يا عم. جيم ألف على الجيم دال، الجيم دال بتساوي كام؟ بتساوي 5. جميل جدا. طب انا اقدر احسب من هنا ايه؟ اقدر احسب الهاء دال، يعني الهاء دال بيساوي، اضرب هنا مقص ب 4 في 9 واقسم على 12. 4 في 9 في 36 على 12 في 3. يبقى انا وصلت ان الهاء دال دي بكام؟ ب 3. طب مش انا اقدر احسب الجيم الف؟ ايوه يا باشمهندس، تعالى نحسب الجيم الف. يا اما انا عرفت الهاء دال ب 3، فاقول 5 في 9 على الثلاثة، 5 في 9 ب 45 على 3 فقال 15. فخلي بالك الجيم ألف كله ب 15. طب يبقى الألف هاء أو الهاء ألف بيساوي كام؟ أنا عايز الحتة دي بس. الحتة دي عبارة عن طوله كله اللي هو 15، هشيل منه الأربعة، 15 ناقص 4 يبقى 11. يبقى إذا الهاء ألف دي بكام؟ ب 11. يبقى 3 زائد 11 14. يبقى الإجابة بتاعت 14 اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار ج. السؤال 23 بيقول لي إذا كان المستطيل أ ب ج د بيشابه المستطيل س ب ص ل، فإن طول ص ج بيساوي إيه؟ المستطيلين متشابهين صح؟ فإحنا قلنا طول الأول على طول الثاني أهو. طالما يا باشمهندس المستطيلين متشابهان، كده كده ممكن آخد الأضلاع، يعني أرص الأضلاع وأرص النسبة. تعال نرصها، أول حرفين أ ب على أول حرفين هناك س ب، الحرفين اللي بعدهم ب ج، وهنا الحرفين اللي بعدهم ب ص، اللي بعدهم ج د، وهنا اخر اتنين ص ل. الاول مع الاخير الف د، والاول مع الاخير اللي هو مين؟ اللي هو الس ل. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. ركز معايا بقى دلوقتي، الالف د ب 12، يبقى الب ج ب 12. خلي بالك، طيب الدال ج ب 6، يبقى دي كلها بكام؟ ب 6. انا خدت منها 2 فيفضل هنا 4، استفيد بالمعلومات. طب السين بقى ب 2، يبقى الصاد لام برضه بكام؟ برضه ب 2. حلو جدا. طب تعالى كده نشوف الالف بقى يا باشمهندس، ما هو ب 6، ما واحد هيقول لي مش موجود، لا موجود ب 6، يبقى دي 6 على الباء سين، ما هي الباء سين ب 2، يبقى دي 6 على 2 هيساوي. الباء جيم ب 12 على الباء صاد مش عارفها. طب هو عايز ايه؟ هو عايز الصاد جيم. خلي بالك لو جبت الباء صاد هجيب الصاد جيم. على فكره النسبه دي كده كفايه جدا. ازاي؟ هجيب منها الب ص، هضرب مقص، يبقى 2 في 12 على اللي قصادها اللي هو 6. على 6 فال 1 على 6 فال 2، 2 في 2 بكام؟ ب 4. يبقى اذا الباء ص اللي هي بالازرق دي ب 4. خلي بالك دي كلها ب 12. طب ما بقت سهله يا باشمهندس، ما كده الص ج بيساوي الباء ج كله، وهشيل منه الب ص. الباء ج كله اللي هو 12، هشيل منه الب ص اللي هو 4، يبقى 12 ناقص 4 بكام؟ ب 8. يبقى اذا طول الصاد ج بيساوي 8 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. السؤال 24 بيقول لي اذا كان المضلع ا ب ج د بشبه المضلع ه واو لام د، عايز قيمه السين. تمام، تعال نرص النسبه، اول حرفين ا ب على اول حرفين هناك ه واو، الحرفين اللي بعدهم ب ج، الحرفين اللي بعدهم واو لام دي باء، الحرفين اللي بعدهم ج د، الحرفين اللي بعدهم لام د، الأول مع الأخير ألف دال، الأول مع الأخير ه دال. طيب الألف ب بكام؟ الألف ب معرفهاش. طب اله واو؟ اله واو معرفهاش، النسبة دي مش مفيدة. طب الباء ج بكام؟ الباء ج ب7.5 على الواو لام، الواو لام اللي هو اسمه سين، حلو، بيساوي الجيم دال، الجيم دال معرفهاش، على اللام دال معرفهاش، فدي برضو نسبة مش مفيدة. حلو، طب الألف دال؟ الألف دال ده كله ب 9، يبقى دي 9 على هاء دال، هاء دال ب 6، يبقى دي بالنسبة لي 6 بس يا باشمهندس. من هنا أقدر أحسب قيمة السين، هضرب مقص يبقى 6 في 7.5 على 9. طيب هنا على 3 فال 2 على 3 فال 3 على 3 فال 1 على 3 فال 2.5، 2 في 2.5 ب 5. يبقى إذا قيمته أو قيمة السين بتساوي 5 اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار ألف. السؤال 25 بيقول لي المثلث ألف ب ج بيشابه المثلث ألف ه د، إذا كان قياس زاوية ب ب 3 س زائد 10، قياس زاوية ألف ه د بيساوي س زائد 30، فإن قياس زاوية ألف بيساوي كام؟
خلي بالك ان قال لك ان المضلعين دول متشابهين، والمره دي مش جايب له اضلاع، يبقى هو شغال بالزوايا. طب ما هو التشابه برضو، انا عندي ان زاويه الف ب ج اللي هو بالترتيب كده بيساوي زاويه الف هاء د، والزاويه اللي في النص هناك اللي هي ب بتساوي الزاويه اللي في النص هنا اللي هي هاء، صح؟ وزاويه ج اللي هي الاخيره بتساوي زاويه د، صح؟ مش ده كده يا باشمهندس بالتشابه بتاعنا؟ طب ليه عملت ا ب ج والف ه د؟ عشان ما اقولش ا بتساوي ا، هي كده كده زاويه ا مشترك. تيجي عم بص على الرسم، زاويه ا ب ج، ا ب ج اللي هي الزاويه دي بتساوي زاويه، احنا خلاص على احنا ما جبناش ا بتساوي ا اصلا، دي هي دي، يعني دي هي اللي فوق والله. فزاويه ا ه د اللي هي زاويه ه، المهم زاويه ا ه د اللي هي دي اهي. طيب وزاويه ج اللي هي 90 فعلا بتساوي زاوية د، وزاوية أ إيه؟ مشتركة. خلي بالك إن دي هي هي دي، يعني الاتنين دول نفس الحاجة. المهم فالوقت هو مدي لي زاوية ب وزاوية أ هاء د، طب مش أنا لسه قايل لك إن زاوية ب هي أ ب ج وزاوية هاء هي هي الأ هاء د؟ أيوه، يعني أنت قصدك إن دي بتساوي دي؟ أه، ما خلي بالك دي زاوية أ هاء د اللي هي زاوية إيه؟ بس كده خلصت. وأنا هقول له بما أن الاتنين دول متساويين يبقى 3 س زائد 10 بيساوي س زائد كام؟ س زائد ال 30. هنجيب السين هنا فتيجي باشاره مختلفه يبقى 3 س ناقص س، ونجيب ال 10 هنا يبقى دي 30 ناقص ال 10. 3 س ناقص س يبقى ال 2 س، و30 ناقص 10 يبقى 20، على 2 على 2 مع السلامه، يبقى السين 20 على 2 فهل كام؟ فال 10. يبقى اذا قيمه السين ب 10. طب هو عايز زاويه ا، خلاص زاويه ا بتساوي. طب يا باشمهندس اجيب زاويه ا منين؟ مش عارفها. طب ما تيجي كده تجيب لي زاويه ب بتساوي كام؟ تعال، زاويه ب هي 3 س زائد ال 10. انا جبت الس ب 10، يعني دي 3 في 10 ب 30 زائد ال 10 بتساوي 40. الله، يعني زاويه ب دي ب 40. ايوه. طب ما خلي بالك دي 90، فكده المثلث ا ب ج اللي هو الكبير فيه 40 و90، يبقى زاويه ا 180 ناقص 40 زائد 90، دول كده 130، يبقى 180 ناقص 130 50. يبقى اذا زاويه ا بتساوي 50، وده سؤال جميل قوي، يعني الاختيار ا هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال 26 بيقول لي الشكل المقابل يوضح ثلاث اشكال سداسيه منتظمه، النسبه بين اطوال اضلاعهم كما يلي: ا الى ب 1 الى 2 ماشي، ب الى ج 3 الى 8 ماشي. إذا كان طول الضلع المسدس الأكبر، أكبر واحد اللي هو ضلعه ج، خلي بالك، ماشي؟ 32، فإن محيط المسدس الأصغر، والله هي لها أكتر من طريقة حل. تعال أقول لك الطريقة العادية خالص، وأقول لك طريقة من ستة ابتدائي، يعني طريقة النسبة بتاعت ستة ابتدائي. بص معايا. الوقت أ إلى باء 1 إلى 2، صح؟ سيبها دلوقتي. عشان الوقت باء إلى ج بيساوي 3 على 8. أيوه. خلي بالك ان باء ده اللي هو ده، وجيم اللي هو ده، طب ما هم دول اشكال سداسيه منتظمه يبقى متشابه. النسبه بين اضلاعهم اللي هو ضلع باء على ضلع جيم بيساوي محيط المضلع اللي هو باء على محيط المضلع اللي هو جيم، ما النسبه بين الاضلاع المتنازله هي النسبه بين المحيط، كلامك مظبوط. والنسبة بين الأضلاع برضه، طب أنا هنا مش معايا المحيط يا باشمهندس، عادي جدا ومفيش مشكلة خالص. أنت معاك إن طول ضلع المسدس الأكبر ب 32، يعني دي برضه لو كملت القانون يبقى ضلع في ب على ضلع في ج، وصلت. يبقى أنا بالنسبة لي 3 على 8. ضلع ب مش عارف، إنما ضلع ج عارفه، ما بقول لك طول ضلع المسدس الأكبر ب 32، يبقى ده على كام؟ على 32، وصلت. ممكن هنا على 8 في 1 على 8 في 4 اضرب نقص، يبقى اذا ضلع باء 3 في 4 بكام؟ ب 12. يبقى انا عرفت ان باء ده طول ضلعه 12، والكبير خالص طول ضلعه 32. اقدر اجيب ضلع الف؟ طيب مش انا معايا الف الى باء بنص؟ اهو الف على باء بيساوي نص. طب ما دي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ بتساوي ضلع الف على ضلع باء. حلو جدا، يعني انا بالنسبه لي النص بيساوي ضلع أ مش عارفه على ضلع باء اللي أنا جبته ب 12، هنا على 2 فيها 1 على 2 فيها 6، طالما الناتج واحد البسط بيساوي المقام، أو اعملها بطريقتك، قول 1 في 12 على 2، يبقى ضلع أ طوله بيساوي 6. ح
حلو جدا. وخلي بالك بالمنطق هي ألف إلى باء نص، يعني ألف نص باء، ما هي باء ب 12، يبقى ده بالنسبة لي ده طول ضلع كام؟ ب 6. أنا مش عايز طول ضلع ألف، أنا عايز المحيط. خلي بالك دي 6 ودي برضه 6 ودي 6 ودي 6، ما هو منتظم، ودي 6 ودي 6. فمحيط السداسي يا باشمهندس عبارة عن طول الضلع اضربه في 6. طب ما أنا جبت طول ضلع ألف بكام؟ ب 6، اضربه في كمان 6، 6 في 6 ب 36. دي طريقة. الطريقة التانية، أنا عايز أعمل نسبة ما بين ثلاث حاجات، ركز معايا. أ إلى ب إلى ج. الوقت معايا أ إلى ب 1 إلى 2. وسيب لي دي كده. وب إلى ج 3 إلى 8، دي 3 إلى 8، وسيب لي دي كده. والله بيقول حاجة في 6 ابتدائي، وصدقني أنا جايبها من 6 ابتدائي. يعني أنا الطريقة جايبها من 6 ابتدائي. خلاص؟ لازم تعلم وتدور. بص. قال لك اضرب ده في ده وده في ده وده في ده. بجد؟ اه. اضرب دي في دي وبعدين دي في دي وبعدين دي في دي بنفس الطريقه اللي انا عاملها دي. هعمل ايه يعني؟ هضرب 1 في 3 فيديني 3، هضرب 2 في 3 ب 6، هضرب 2 في 8 ب 16. يعني ايه اللي انا جبته ده؟ يعني انا جبت أ إلى ب إلى ج بتساوي 3 إلى 6 إلى 16. مش انا معايا طول ضلع المسدس الاكبر اللي هو جيم؟ ايوه. وانا عايز اجيب الف؟ ايوه. يعني كده معناها ان الف على الجيم عباره عن 3 على 16. وانا جبت اصلا ان طول ضلع السداسي الاكبر ب 32، يعني طول ضلع ده ب 32، ويفضل لي هنا طول ضلع الف. اقدر احسب الف؟ ايوه يا باشمهندس. على 16 في 1 على 16 في 2، يبقى 3 في 2 ب 6. يبقى انا وصلت ان طول ضلع الف مباشره ب 6. شفت الطريقه دي؟ جبت طول ضلع أ ب 6 اللي احنا عملنا فيه الخطوات دي كلها، وبعد ما جبت طول الضلع ب 6 اقوم ضربه في 6 في 6 في 36 عشان اقدر اوصل لمين؟ اوصل للمحيط. وصلت؟ وصلت باذن الله. اعتقد ده السؤال الاخير. اه بعد كده دي الاسئله الايه؟ المقاليه. كده يا باشمهندس بفضل الله خلصنا تمارين اختار بالكامل على درس تشابه المضلعات، استفدنا في الشرح، وضحنا كل حاجه، قلنا اللعب اللي بيحصل في المسائل، قلنا احنا بنصور حل جديد، عايزين حاجه محترمه بفضل الله. ان شاء الله هينزل لك المقال والاختبار زي ما احنا متعودين. طب بعد ما نخلص ده يا باشمهندس هنعمل ايه؟ هنعيد اللفه تاني، هناخد درس جبر، درس حساب مثلثات، درس هندسه ان شاء الله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومات سهله وبسيطه. إيه لو استفدت اشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. شكرا على الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا جدا.